انت قلتي له ايه سعد؟ قلتي له ما تروحش. ليه ما كلمتيش والده ما يطلعش معاه وما يتكلمش معاه؟ انا ما اعرفش انه هيروح له فعلا. ما انت عارفه انه رايح له. لا ما كنتش متاكده. ده راح له مرتين. ما انا ما كنتش متاكده هو راح له بقى. ده راح له مرتين. ايوه ما دي اول مره. لا ما كنتش اعرف افكر. ما اعرفش انا ما بتابعش. انا ما بتابعش هو راح له من ورايا. ده مصر كلها كانت بتتكلم. لا راح له من ورايا اما نزلت الحلقه. مصر كلها اتكلمت بعد ما الحلقه نزلت يا حبيبتي. الحلقه نزلت هو راح له مرتين. قولي لي قولي لي ردي عليا بصراحه. والدك كان فعلا يعني وقتها محتاج؟ لا ما عندوش اكل في الثلاجه حتى. لا عنده واخواتي موجودين حواليه وانا موجوده وببعت له. علاقتك ايه باخواتك؟ واخويا حي يرزق بيبعت له معاه فلوس. علاقتك ايه باخواتك؟ اخواتي من ابويا يعني مش احسن حاجه من حكم ان انا هنا وبرده هم عايشين في الزقازيق ف اللي هم مش شققه. اه مش شققه. وانت عندك اخوات شققه؟ عندي اخويا اه شقيقي من امي وابويا. اه علاقتك بيه ايه؟ معايا عايش معايا شغال معايا كمان. سعد قال انه ان انت كلمتي اختك وقلتي ان انت هتاخدي الحاجات اللي هو جابها. اختي ما تقولش كده. انت يعني اختي ما تقولش كده. لا ده انت اللي هتعملي كده. لا اختي ما تقولش ان انا هاخد الحاجه. حاجه ايه اللي هاخدها؟ طب نسمع اختك هتقول ايه. اتفضل. مساء الخير يا مدام رباب. مساء النور يا استاذه بس. ازاي صحتك؟ كل سنه وانت طيبه ورمضان كريم. وحضرتك طيبه ورمضان كريم. اشتكيتي لسعد الصغير صحيح من بوسي؟ لا هو هو قال اتصل. ان هي كانت عايزه تاخد الحاجات اللي هو جابها. لا هو في رمضان اللي فات كان بيعمل برنامج مع حضرتك واتصل بينا. كان بيسجل مع حضرتك واتصل بيا وقال لي احنا مع برنامج استاذه بسمه وعايزه اسجل معاكي نسالك حبه اسئله على اختك بوسي. قلت له من قبل ما تسال احنا مش بينا وبين بوسي حاجه. احنا بينا وبين بوسي كل خير. هي اختنا وعمرنا ما هنتكلم عليها وحش لانها هي عمرنا ما عملت لنا حاجه وحشه ولا احنا عمرنا عملنا لها حاجه وحشه. واحنا قافلين سك ما رضيناش نتكلم معاها. بيقول ان انت خفتي من بوسي. لا هنخاف من بوسي ليه؟ يمكن مثلا بتساعدك مثلا ماديا. ايه؟ لا يمكن بتساعدك ماديا. لا احنا حالتنا على فكره كلها كويسه. طب والدك ليه كان محتاج طالما حالتكم كويسه؟ احنا على فكره كنا بندي بابا واخواتي كانوا بيبعتوا له اكل وبيبعتوا له كل حاجه وبابا اللي كان ناكر. وبوسي كانت بتبعت له؟ ايوه كانت بتبعت له فلوس. وقبل ما يتكلم وينزل في اللي هي الجريده بتاعت الحدث اول حاجه نزلها كانت بوسي قبلها بيوم يعني ثاني يوم كان بعت له 6000 جنيه دي اماره وكان في شركة فودافون وقال لها أنا مش معايا خط فودافون عشان تبعتي لي معاه عليه الفلوس. راحت قالت له اشتري خط يا بابا وأنت واقف في الشركة وأنا وهبعت لك الفلوس وهي تخصم حق الخط. وفعلا خد الفلوس وهو اللي جه حكلنا ببقنا ببقه يعني. بابا كانت بصي على طول بتدي له فلوس وهو بيهجر. وسعد كلمكوا تاني؟ لا هو كلمنا مرتين عشان يسجل معانا واحنا ما رضيناش حتى اخر ما يسجل معاكم؟ طب ليه؟ إيه؟ لا ما سجلش معانا. ده الراجل مات بيدور على اخواته. هو عايز اي حد يضايق ليه يا بوسي؟ مش فاهمه. انا بشكرك جدا مدام رباب. اهو اديك سمعت. لا في سر يعني سمعي. ايه سر يعني انه سعد الصغير واضح انه متضايق منك طول الوقت وعايز ينتقم. السر عنده هو مش عندي انا. انا ما عنديش اسرار وحياتي على عينك يا تاجر. يعني انت مش عارف حاجه؟ والله ما اعرف. انا هخبي يعني مثلا يعني ايه السر؟ ما اعرف. طب هو قال ان هو كان بيقف جنبك وسلفك فلوس لما كانش معاكي فلوس. ايه انت سمعتي انا قلت ايه؟ انا عمري ما استلفت جنيه حتى من اخويا. لما ما كانش معاكي جنيه. أيوة. هو اللي وقف جنبك. عمري ما استلفت من جنيه من حد ويبقى قدامي كده ويبقى عيني في عينه واقول له الكلام ده في وشه. انا ما بخافش من حد. ما بخافش غير من اللي خالقني. عمري ما استلفت جنيه ولا ربنا يحوجني ان انا استلف جنيه من حد. ده اخويا ابن امي وابويا عمري ما خدت منه جنيه. بوسي قبل ما انقل على اللي بعده عاوز اسالك سؤال.
انت في حاجه مضايقاكي جواكي من الماضي؟ زي ايه؟ عموما لا هو انا حياتي حاجه جرحاكي كسراكي؟ هو من اصلا يعني حياتي من البدايه كلها ماساه يعني كلها بلاوي. الحمد لله الحمد لله على كل حال طبعا.